مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم طلبة وطالبات الثانوية العامة ثالثة ثانوي عام، وأيضا أعزاء طلبة وطالبات الثانوية العامة الأزهرية، بل أهلا بيكم كل أفراد الأسرة المصرية. هيا معا لحلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهوى ومادة الفيزياء. درسنا النهاردة تكملة للمحول الكهربي. الحلقة اللي فاتت قلنا الغرض من المحول الكهربي كان رفع أو خفض قوى دفعة كهربية مترددة، وقلنا استخداماته، ده مهم جدا بقى، نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد إلى محطات الاستهلاك دون فقد يذكر فيها. قلنا أيضا الاستخدام الثاني تشغيل بعض الأجهزة الكهربية في المنازل والمصانع. قلنا فكرة عمل المحول، قلنا الحث المتبادل بين ملفين متداخلين أو متجاورين، أحدهما يمر به تيار متردد ينشأ عنه مجال مغناطيسي متغير. يقوم قلب معدني بتجميع وتركيز ونقل المجال المتغير من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي. يتولد بين طرفي الملف الثانوي قوى دفع تأثيرية، اتفقنا سوا إن لها نفس تردد قاف د الكاف الأصلية، لكن أكبر أو أقل حسب عدد اللفات وفقا لقانون فاراداي. قلنا تركيب المحول كان قلب معدني، قلنا مواصفاته حديد مطاوع سيليكوني ذو مقاومة نوعية كبيرة ومن شرائح معزولة عزل تام للحد من التيارات الدوامية كي تقل الطاقة المفقودة في صورة طاقة حرارية فيمكن رفع كفاءة المحول. واتفقنا أيضا إنه حديد مطاوع سيليكوني لسهولة حركة جزيئات القلب المغناطيسية، فتقل الطاقة المفقودة في صورة طاقة حركة فيمكن رفع كفاءة المحول. قلنا ملفين متقابلين من سلك نحاس غليظ ذو مقاومة منخفضة كي تقل الطاقة المفقودة في صورة طاقة حرارية فيمكن أيضا رفع كفاءة المحول. اتفقنا إن يعمل المحول فقط عند غلق الملفين الابتدائي والثانوي. شرحنا ليه؟ عشان بيمر تيار في الملف الابتدائي ينشأ عنه مجال مغناطيسي متغير. قلنا يقوم القلب المعدني بتجميع وتركيز ونقل المجال المتغير من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي. قلنا يتولد بين طرفي الملف الثانوي قوى دفعة تأثيرية، اتفقنا إن لها نفس تردد قاف د الكاف الأصلية، قلنا أكبر أو أقل حسب عدد اللفات. اتفقنا أيضا إن المحول لا يعمل في حالتين، الحالة الأولى عند فتح دائرته الثانوية واستمرار غلق الدائرة الابتدائية. قلنا السبب هيتراكم المجال المغناطيسي في الملف الابتدائي وهيزيد معدل قطع الفيض، وراح يتولد بالحس الذاتي قاف د الكاف مستحسة ذاتية عكسية معاكسة في الاتجاه لقاف د الكاف الأصلية مضادة لها في الاتجاه مساوية لها في المقدار تقريبا تمنع مرور التيار، ومن ثم أيضا لا يعمل المحول ولا استهلك المحول الكهربي طاقة. قلنا أيضا لا يعمل المحول الكهربي لو استبدلنا المصدر المتردد بآخر مستمر. لا يعمل المحول ليه؟ لأن أساس عمل المحول بيعتمد على الحث المتبادل بين ملفين، وذلك يلزمه مجال مغناطيسي متغير والتيار المستمر مجاله ثابت، يعني لا يحدث قطع في خطوط الفيض. النهاردة عايزين نعرف من هي قوانين المحول. هرسم رسمة كروكي للمحول، ادي ملف ابتدائي والتاني ملف ثانوي، ادي المصدر المتردد، ادي مين ايضا الجهاز. تعالوا بنا سوا، انا عايز اجيب قوانين المحول، معناها عايز نجيب العلاقة بين قاف د الكاف يعني الجهد وعدد اللفات. عايز اجيب علاقة بين الجهد وعدد اللفات. انا لما اسمع القانون الاول العلاقة بين الجهد وعدد اللفات سهل قوي، هنقول
معناها انك عايز تطبق قانون فاراداي. عايز ايه؟ تطبق قانون فاراداي. ازاي؟ شرط تطبيق قانون فاراداي ان الملف يقطع مجال مغناطيسي متغير. شرط تطبيق قانون فاراداي ان ملف يقطع مجال مغناطيسي متغير. فعشان يتولد قوى دفع مستحثه وعشان يمر تيار لازم تبقى الدايره الكهربيه مغلقه. يبقى شرط تولد قوى دفع مستحثه في ملف ان يحدث قطع في خطوط الفيض للفات هذا الملف، او بعباره اخرى ان الملف يقطع عدد متغير من خطوط الفيض. لكن انا عايزك تفتكر حاجه، قوانين المحول، القانون الاول علاقه بين الجهد وعدد اللفات معناها تطبق قانون فاراداي، وشرط تطبيق قانون فاراداي ان الملف او الدايره الكهربيه يمر بها فيض مغناطيسي متغير. فانت هتقول نتيجه مرور تيار متردد في الملف الابتدائي ينشا عنه مجال مغناطيسي متغير يقطع لفاته فيمكن تطبيق قانون فاراداي، ونقول لك في بي بتساوي ان بي دلتا فاي على دلتا تي. كلكم عايزين حته هقولها بعد شويه. واحد، يبقى نمره واحد هقوله نتيجه مرور تيار متردد في الملف الابتدائي ينشا عنه مجال مغناطيسي متغير يقطع لفات الملف الابتدائي، لذلك يمكن تطبيق قانون فاراداي على النحو التالي في بي بيساوي ان بي دلتا فاي على دلتا تي. خلي بالك، نمرة اتنين بقول له يقوم القلب المعدني بتجميع وتركيز ونقل المجال المتغير من الملف الابتدائي الى الملف الثانوي، اي ان الملف الثانوي والاخر يقطع مجال مغناطيسي متغير فيمكن تطبيق قانون فاراداي على الملف الثانوي، وتبقى ان اس في اس ان دلتا فاي على دلتا تي. ادي علاقة رقم اتنين. احنا فرضين بفرض عدم تسرب خطوط الفيض، معناها ان الفيض المغناطيسي اللي بيقطع الملف الابتدائي هو نفس الفيض اللي بيقطع الملف الثانوي، فلما نقسم هتبقى في بي على في اس بنسبه ان بي على ان اس، ده معناته ان الفي ترضي مع عدد اللفات، معناته الفي ترضي مع عدد اللفات، وبالتالي لو الان اس كانت اكبر من الان بي هيبقى الفي اس اكبر من الفي بي، يبقى اس محول رافع للجهد. لو ان اس اكبر من ان بي هتبقى الفي اس اكبر من الفي بي، يبقى محول رافع للجهد. لكن لو الان اس كانت اقل من الان بي هتبقى الفي اس اقل من في بي، ويبقى اس محول خافض للجهد. يبقى عنده نوعين من المحولات، محول رافع للجهد، محول خافض للجهد. الرافع ان اس اكبر من ان بي، والخافض ان اس اقل من ان بي. على فكره لو جالك اوجد قانون المحول كتبت كده تاخد الدرجه كامله. ولكن الملف الابتدائي فيه حس ذاتي ولا ما فيش؟ فيه طبعا حس ايه ذاتي، يعني في بدايه العمل بتولد في الملف الابتدائي قاف دال كاف مستحثه ذاتيه عكسيه معاكسه في الاتجاه لقاف دال كاف الاصليه. تمام، جزء من قاف دال كاف الاصليه خلي بالك بيتغلب على قاف دال كاف العكسيه. تمام، والجزء الباقي هو اللي بيقوم بتشغيل مين؟ المحول. يعني بيحدث اتزان ما بين قاف دال كاف العكسيه وقاف دال كاف مين بقى ليه اصليه، بحيث يمر تيار في الملف الابتدائي وينشا عنه فيض متغير يقطع لفاته، فانا بطبق بقى عليه قانون مين؟ فاراداي. طبعا بما لا شك فيه هذا المحول كفاءته ليست 100%، بس احنا طبعا عملنا حاجات كتير عشان نرفع مين؟ كفاءة المحول. ده القانون الاول. القانون الثاني، انت عايز تجيب بقى العلاقة بين مين ومين؟ العلاقة بين الجهد وشدة التيار. علاقة بين الجهد وشدة التيار. عايزين علاقة بين الجهد وشدة التيار. يبقى انا عندي قانونين. الاول كان العلاقة بين الجهد وعدد اللفات انا بطبق فيه قانون فاراداي. التاني علاقة بين الجهد وشدة التيار بطبق فيه قوانين الطاقة، هتقول بفرض عدم فقد طاقة. يبقى طاقة مين؟ طاقة
الملف الابتدائي بتساوي طاقة الملف الثانوي. انت بتقول بفرض عدم فقد طاقة، يبقى طاقة الملف الابتدائي بتساوي طاقة الملف الثانوي. خلي بالك المحول اللي انا بستنتج قوانينه ده محول مثالي، كفاءته 100%، يعني لا يتم فقد طاقة، هذا فرض. ولكن في الواقع هقول لك بعد شوية ما عنديش محول ايه مثالي، يبقى هضطر اقول لك في بي اي بي تي اللي هي طاقة الملف الابتدائي بتساوي في اس اي اس تي اللي هي طاقة الملف مين الثانوي. بضيع تي مع تي، بقت في بي اي بي بتساوي في اس اي اس. من ثم هيبقى القانون في بي على في اس بنسبة اي اس على اي بي، كده عندي بقى علاقة ايه عكسية بين الفي وبين الاي، علاقة عكسية بين الفي وبين الاي، يعني شدة التيار في المحول تتناسب تناسبا عكسيا مع جهده، يعني شدة التيار في الملف الثانوي تتناسب تناسبا عكسيا مع جهد الملف الثانوي. عايزك تركز على دي قوي، خلي بالك. يبقى انا قلت لك عندي علاقتين، في علاقة طردية بين الجهد وعدد اللفات، وفي علاقة عكسية بين الجهد وشدة التيار. من هاتين العلاقتين هكتبهم تاني قدامك، قلنا في بي على في اس بنسبة ان بي على ان اس، كانت العلاقة رقم واحد. رقم اتنين في بي على في اس بنسبة اي اس على اي بي، دي علاقة رقم اتنين. من العلاقتين الاتنين تقدر تجمعهم وتقول في بي على في اس بنسبة ان بي على ان اس بنسبة اي اس على اي بي. من الكلام ده معناته ايه بقى؟ ان عند الان بي على الان اس عدد لفات الملف الابتدائي الى عدد لفات الملف الثانوي بنسبة تيار الملف الثانوي الى تيار الملف الابتدائي. معنى الكلام ده ان شدة التيار تتناسب تناسبا عكسيا مع عدد اللفات. ارجو نتفق مع بعضنا ان دي حتة مهمة جدا، شدة التيار تتناسب تناسبا عكسيا مع عدد اللفات. يبقى انا عندي علاقتين، العلاقة الاولى ان فرق الجهد يتناسب طردي مع عدد اللفات، والعلاقة التانية شدة التيار تتناسب عكسي مع عدد اللفات. وده معناته ايه؟ معناته لو ان اس اكبر من ان بي هتبقى الفي اس اكبر من في بي، وهيبقى الاي اس اقل من الاي بي. بمعنى ان لو عندك محول رافع للجهد يكون خافض للتيار، المحول الرافع للجهد يكون خافض لايه التيار. ليه يا عم؟ لان في المحول الكهربي فرق الجهد بين طرفي اي ملف من ملفيه يتناسب تناسبا طرديا مع عدد لفات هذا الملف وفقا للقانون الفارادي، وايضا شدة التيار المرة في اي ملف تتناسب تناسبا عكسيا مع عدد لفات هذا الملف وفقا لدمج قانون بقاء الطاقة مع قانون فارادي. وايضا لو ان اس بادي اقل من ان بي هتبقى الفي اس اقل من الفي بي، هتبقى الاي اس اكبر من الاي بي، يعني المحول سمعك اللي خافض للجهد رافع للتيار. ده مهم جدا. يبقى احنا خدنا قوانين المحول، عرفنا المحول له قانونين، القانون الاول علاقة بين الجهد وعدد اللفات، عشان نجيب علاقة بين الجهد وعدد اللفات بنطبق قانون فاراداي على الملف الابتدائي والملف الثانوي مع مراعاة تولد قافدة الكاف ذاتية عكسية في ليه بداية، جزء منها بيتزن مع قافدة الكاف مين اللي هي أصلية، وبعدين بالتالي يمر تيار في الملف مين الابتدائي ويحدث قطع في خطوط الفيض. أما القانون الثاني علاقة بين الجهد وبين شدة التيار، ده يا ولاد اسمه قانون بقاء الطاقة، بتقول لفرض عدم فقد طاقة يبقى طاقة الملف الابتدائي بتساوي طاقة الملف الثانوي، وطبق جبت علاقتين في بي على في ان، ان بي على ان، في بي على في اس، ان بي على ان اس، ورجعت قلت في بي على مين؟ في اس،
اي اس على اي بي، منهم الاثنين دمجت قانون ان في بي على في اس، ان بي على ان اس، اي اس على اي بي، وقلت المحاول الرافع للجهد خافض للتيار. عايز اجيب القانون الثالث، لكن معانا محمد من الشرقيه. ايه يا ابو حميد؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ، عينيا في اتفضل الدينامو اتفضل. في مسألة بتقول احسب القوة الدفع الكهربائية المتوسطة بطريقتين. تمام، عايز قاف ده الكاف المتوسطة في الدينامو بطريقتين. احنا معانا القانون اللي هو ان بي في ايه في 4. ماشي، حاضر حاضر. بصوا لي يا جماعة، أنا مش عايزكم تحفظوا. ماشي حاضر، اسمعني يا أبو حميد، اسمعوني كلكم، ودي لما أروح الدينامو راح أوضحها لكم. كونك تحفظ القانون ده أمر ليس مستحب. أنا عشان نجيب قاف ده الكاف المتوسطة هنجيبها لكم بطريقتين. الأولى بنجيب الفيض قبل الدوران، بنشوف وضع الدينامو بدأ منين. الوضع الرأسي في الدينامو الفيض بصفر، الوضع الافقي في الدينامو الفيض قيمه عظمى بي ايه. تمام، بنجيب الفيض قبل الدوران، بنجيب الفيض بعد الدوران، بنجيب دلتا فاي. تمام، بنجيب دلتا تي اللي هو زمن التغير في الفيض، اللي هو زمن جزء معين من الدوره، وزمن جزء معين من الدوره بيساوي جزء الدوره في مقلوب التردد. بعدها بطبق قانون فاراداي. ادي الطريقه الاولى، الفيض قبل الدوران، الفيض بعد الدوران، بنجيب دلتا فاي، بنجيب دلتا تي، بطبق قانون فاراداي. خليكم فاكرين لما اوصل الدينامو راح احلها. انا هحاول النهارده اطمن الناس بس. اما الطريقه الثانيه بنجيبها من قاف ده الكاف العظمى، بضرب قاف ده الكاف العظمى للدينامو في 2 على باي في 2 على باي، وانا راح اثبت لكم وانا شغال الدينامو ان شاء الله ليه انا قلت قاف ده الكاف المتوسطه بتساوي قاف ده الكاف العظمى في 2 على باي، وليه رايحين نعتبرها طريقه عامه. يبقى ادي الطريقتين بتوع محمد. كفاءه المحول، انا عايز اجيب قانون لكفاءه المحول. اي كفاءه في الدنيا نسبه بين الطاقه الناتجه، بس اسمعوني كويس، على الطاقه الداخله، دي نسبه مضروب في 100. مين كفاءة اللمبة دي؟ الطاقة الضوئية على الطاقة الكهربية واضرب في 100. عشان اللمبة دي تديني طاقة ضوئية، يبقى الطاقة الناتجة اللي هي الطاقة الضوئية على الطاقة الداخلة اللي هي الطاقة الكهربية واضرب في 100. طب قول لي بقى انت كفاءة السخان، السخان ده بيسخن، يبقى الطاقة الحرارية على الطاقة الكهربية واضرب في 100، صح؟ قول لي بقى المحرك بيحرك، الطاقة الحركية على الطاقة الكهربية واضرب في 100. ارجع للمحول واستخدم مخك. المحول انا بدخل له طاقة كهربية واخد منه طاقة كهربية، تمام، بس انت بتدخل فين؟ سمعك في الملف الابتدائي، وبتخرج منين؟ من الملف الثانوي. يبقى الكفاءة طاقة الملف الثانوي على طاقة الملف الابتدائي واضرب في 100. طاقة الملف الثانوي على طاقة الملف الابتدائي واضرب في 100. طب طاقة الملف الثانوي في اس اي اس تي، طاقة الابتدائي في بي اي بي تي واضرب في 100. الطاقة جهد في تيار في زمن، هضيع تي مع تي، بقت كفاءة المحول في اس اي اس على في بي اي بي واضرب في 100. قول لي بقى مين في اس اي اس؟ في اس اي اس قدرة الملف الثانوي. اذا نقدر اقول لك كفاءة المحول الكهربي نسبة بين قدرة الملف الثانوي الى قدرة الملف الابتدائي مضروب في كام؟ في 100. ما معنى قولنا كفاءة محول 80%؟ ممكن تقول لي يعني ذلك ان النسبة بين طاقة الملف الثانوي على طاقة الملف الابتدائي بتساوي 80 على 100، او النسبة بين قدرة الملف الثانوي على قدرة الملف الابتدائي بيساوي 80 على 100، أو أحب بصورة تانية يعني ذلك أن هذا المحول بيفقد 20% من طاقته في صورة طاقة حرارية وطاقة حركية وطاقة مغناطيسية. ما معنى محول كفاءته 80%؟
ان هذا المحول يفقد 20% من طاقته في صورة طاقة حرارية وطاقة حركية وطاقة مغناطيسية. معانا شروق من أسيوط. شروق، وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شروق؟ كان معايا سؤال في الحس الكهرومغناطيسي. اتفضلي قولي. هو سؤال اختياري، فبيقول الوضع المناسب لحركة حلقة معدنية لإنتاج قوة دافعة تأثيرية وفقا لقوانين الحس الكهرومغناطيسي. هو حاطط قدامي أربع أشكال، ممكن أوصفهم لحضرتك؟ لا بصي لي، الشكل اللي فيهم اللي يكون اتجاه الحركة عمود على المجال، يعني عشان يقطع، عشان أي موصل يتحرك ويقطع خطوط الفيض لازم ان يكون اتجاه الحركة عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي. ايوه تمام، بس هو هنا يعني هو هنا جايب الاربع اشكال بس هم محيرين شوية. قولي كده. يعني هو كان جايب المجال المغناطيسي للداخل على هيئة اكسات. ماشي. طيب والحلقة عندي هنا هوتي رأسية، يعني انا شايفاها دايرة كاملة قدامي. طب بصي لي بقى. اكسات ناخدهم واحدة واحدة عشان ما انتوش. ماشي. اكسات يبقى زي القلم هنحطه كده بالظبط. ايوه تمام. تمام؟ ايوه. الحلقه اهي جنيه، صح؟ جنيه. الحلقه جنيه. ايوه. اسمعوني كلكم، وضع الحلقه ما يهمنيش. يهمني اتجاه حركتها. شروق. ايوه. الايد كده الحلقه، شايفاها؟ ايوه. لو حركتها لاعلى واسفل يبقى أيوه. كده اتجاه الحركه ماله؟ موازي لخطوط الفيض. شكرا. لا يحدث قطع في خطوط الفيض. ولا يتولد في الحلقه قوه دافعه مستحسه. أيوه. بس هو هنا عامل اتجاه الحركه ان هو زي يعني بتلف زي الدينامو كده حول محورها. ماشي كده بتلف زي ايه؟ الدينامو حول ايه؟ حول محورها. هايل، يعني كده بتلف حول ايه؟ محورها. تمام. لما تبقى الحلقه في وضع افقي. ايوه تمام. ولما تبقى الحلقه في وضع راسي. صح. أيوة. لما تبقى في وضع افقي هيبقى اتجاه السرعه ماله؟ اتجاه السرعه عمود على الفيل. لو لا هو لا لا عمود لا موازي للفيل. خلاص. لما تبقى عمودي واتجاه السرعه موازي للفيل مفيش قطع في خطوط الفيل. أيوة. لما تبقى ها موازيه يبقى اتجاه موازية السرعه عمود على الفيل، يبقى في قطع بقى في خطوط الفيل. قطع في خطوط الفيل. تمام. ايوه. في يبقى دي تتولد فيها في شكل بقى تاني غيره؟ ايوه شكل تاني، يعني هي برضو نفس الحلقه بنفس اتجاه الدوران بس خطوط الفيض لاسفل من الشمال للجنوب. خطوط الفيض الى اسفل. ايوه ماشي. وبعدين الشكل اللي هو بعده؟ والشكل اللي بعده خطوط الفيض لاسفل بس هي افقيه كده، يعني بالنسبه لي انا شايفاها عموديه. تمام. طب بصي لي يا شروق. ايوه اتفضل. بصي لي عشان يبقى عندي امانه. امانه جدا. انا عندي كتابين الاثنين فيهم بيتكلموا عن ايه القصه دي. انا طبعا ما اقدرش اسالك انت انه تكتب فيهم معاك دلوقتي، ما تتكلميش ارجوك. تمام. بس انا بص يعني خد انت رقمي. ماشي. راح تروح قايله المساله دي فين. انا ان شاء الله تعالى اول ما اقعد المره الجايه راح احلها عشان بس انا اكون امين. تمام. خلاص ماشي. خلاص. وبعدين اعتقد كلكم يعني انا ما اقدرش اتكلم، انا عندي شكين بس انا هتكلم في واحد فيهم بس. ماشي. ماشي. طب انا هسالك سؤال شروق. اتفضل. علل ليه لا يوجد محول كفاءته 100%. هنقول بسبب فقد الطاقه الكهربيه على صوره طاقه حراريه، اما بسبب التيارات الدمويه المتولده في القلب المعدني. تمام. او بسبب الطاقه الحراريه المتولده نتيجه احتكاك الالكترونات مع ذرات السلك. تمام. بسبب مقاومته. تمام. او بسبب تسرب بعض خطوط الفيض المغناطيسي فتبقى يبقى كده فقد الطاقه الكهربيه على صوره طاقه مغناطيسيه. صح. تمام. وفي طاقه مفقوده في طاقه حركيه نتيجه تحريك جزيئات القلب المغناطيسي. تمام. طب معلش يا شروق قبل انت بقى ما تقفلي ساعديني. اتفضل. لو انا سالت سؤال وده مهم جدا، اذكر اسباب فقد الطاقه في المحولات وكيفيه الحد منها. اذكر اسباب فقد الطاقه في المحولات وكيفيه الحد منها.
ايوه هنقول الاسباب اللي احنا لسه جايلينها دلوقتي، بس الحد منها ان احنا في التيارات الدوامية عشان نتخلص منها، نعمل القلب من الحديد المطوع السيليكوني على هيئة شرائح رقيقة معزولة عن بعضها عزلا تاما ممتاز. للحد من التيارات الدوامية. وكمان هي الحديد المطوع السيليكوني مقاومته النوعية كبيرة جدا، يبقى هيقلل توالد التيارات الدوامية. تمام. للحد من فقد الطاقة المغناطيسية، سيوضع الملف الثانوي بداخل أو بالقرب من الملف الابتدائي، وبالتالي يمنع تصرف صوت الفئة. هاي. وبعدين طيب، حديد مطوع سيليكوني الحديد مطوع سيليكوني سهولة حركة الجزيئات المغناطيسية كي تقل الطاقة المفقودة في صورة طاقة في صورة حركة. طاقة حركة. تمام. يبقى أنا قعدتهم معاكي على فكرة، ده سؤال مهم جدا، يا ريت كلكم تسمعوني مع شروق. في أول حاجة طاقة كهربية مفقودة في صورة طاقة حرارية خلال أسلاك الملفين بسبب مقاومة الأسلاك، للحد منها تصنع الأسلاك غليظة ومن النحاس لصغر مقاومتها الكهربية. اتنين، طاقة كهربية مفقودة في صورة طاقة حرارية خلال القلب المعدني بسبب التيارات الدوامية، للحد منها يصنع القلب من حديد مطاوع سيليكوني ذو مقاومة نوعية كبيرة ومن شرائح معزولة عزل تام للحد من التيارات الدوامية. تلاتة، في طاقة كهربية مفقودة في صورة طاقة حركية بسبب حركة جزيئات القلب المغناطيسية، نحد منها ازاي؟ يصنع القلب من حديد مطاوع سيليكوني بسهولة حركة جزيئاته. قالت شروق الرابعة، في طاقة كهربية مفقودة في صورة طاقة مغناطيسية بسبب تسرب بعض خطوط الفيض، للحد منها يلف الملف الثانوي حول الملف الابتدائي داخل إطار معدني محكم الغلق لمنع تسرب خطوط الفيض. شروق سمعتينا؟ أيوة يا سيدي. ماشي يا شروق. طيب ممكن تساعديني؟ ماشي. نقل الطاقة الكهربية من اللي منين يا شروق؟ من محطات التوليد إلى محطات الاستهلاك. من محطات التوليد، برافو عليكي، إلى محطات الاستهلاك. قولي لنا كيف يمكن نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد إلى محطات الاستهلاك؟ باستخدام محولات رافعة للجهد عند محطات التوليد. تمام. فتكون رافعة للجهد وبالتالي تقل شدة التيار المتولدة في الملف الثانوي، وبالتالي تقل الطاقة الكهربية المفقودة في صورة طاقة حرارية في الأسلاك، لأن الطاقة بي دبليو القدرة. تمام. بتساوي اي تربيع في ار، فتزيد كفاءة النقل. تمام. وعند محطات الاستهلاك هنستخدم محولات خافضة للجهد فترفع شدة التيار حتى تناسب الأجهزة. تمام. طب برافو عليك. طب تشروق أشكرك. نعم. شكرا. تابعيني بقى عشان راح أرسم لكم النقل ده إزاي. تابعينا يا شروق. أدي على فكرة دولت طرفي محطة التوليد، قطبي محطة التوليد. طبعا ده تيار متردد، يبقى موجب سالب سالب موجب. هنا بناخد جهد محطة التوليد بندخله على الملف الابتدائي لمحول كهربي. افهموا معايا الحتة دي واستنوا عليها لما اخلصها بعدين اسأل في اللي انت عايزه، دي مهمة. يبقى كيف يتم نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد الى محطات الاستهلاك؟ جهد المحطة اللي هو جهد محطة التوليد ده بندخله على الملف الابتدائي لمحول كهربي. ما هو نوع هذا المحول؟ ان تبقى عدد لفات ملفه الثانوي اكبر من عدد لفات ملفه الابتدائي. تمام. فهنطبق القانون في بي على في اس بنسبة ان بي على ان اس. تمام. وتعوض لمكان في بي جهد محطة التوليد. تمام. الفي اس هتبقى انت عايزه بيساوي ان بي على ان اس، بس بحيث يبقى الان اس اكبر من ان بي، يبقى انا بستخدم عند محطة التوليد محول رافع للجهد. يا شروق انت وكل زمايلك انا عملت ايه؟ تقول يا مستر احنا شايفينك كلنا انك خدت جهد محطة التوليد وصلته بالملف الابتدائي، ومن ثم هيبقى جهد محطة التوليد هو جهد الملف الابتدائي. تمام. اسمعوني
كل حاجة انتوا عايزينها انا عارفها، هاخدها واحدة واحدة، عشان عايز اديكوا مسائل على محطات التوليد اللي فيها محول كهربي. يبقى يتم ايه بقى؟ توصيل مين؟ جهد المحطة هو جهد الملف الابتدائي، وتطبق جهد محطة التوليد اللي هو حل محل في بي، الفي اس بتساوي ان بي على ان اس، مع مراعاة ان النسبة ان بي على ان اس دي خلي بالكم تبقى الان اس اكبر من ايه؟ ان بي. يعني قال لي لو محول نسبة لفاته 1:5 يبقى الان بي بواحد والان اس بخمسة، لو قال لي محول نسبة لفاته 2:7 يبقى ان بي باتنين وان اس بكام؟ بسبعة. هيطلع لي هنا من بقى جهد الملف السنوي. جهد الملف السنوي ده هيبقى جهد النقل. ده جهد مين؟ النقل. يبقى انا هنقل خلال اسلاك، مش كده؟ بسميها كابلات النقل، بس هتبقى شغاله على جهد المحطه ولا على جهد الملف السنوي؟ هتشتغل بجهد الملف السنوي. طالما الفي اس ده اكبر من الفي بي ده، يبقى هيبقى الاي اس ده اقل من الاي بي، وكل ما كبر الفي اس كل ما صغر الاي اس. يبقى قالت شروق توضع عند محطات التوليد محولات رافعة للجهد. قل له حتى تكون خافضة للتيار. حتى تكون خافضة لمين؟ التيار. تمام. طب عايز خافضة للتيار ليه؟ تقول لي ما هو اثناء مرور التيار في الاسلاك ده ايه اللي هيحصل؟ راح يحصل لك ايه؟ هتفقد طاقة حرارية. كمية الحرارة المفقودة بتساوي اي تربيع ار تي. جميل. كمية الحرارة المفقودة دي هتعتمد على اي تربيع وعلى المقدار ار تي. انا هنعتبر ان هحسب الطاقة المفقودة كل ثانية، يعني الزمن ده بواحد ثانية، يبقى القدرة المفقودة كل ثانية بتساوي اي تربيع ار. هنفترض ارض كبيرة جدا توصل زي ما عايزة توصل، هنفترض 1,000,000 اوم. ما تخافش، لو انا مشيت في الاسلاك دي تيار قدر 1 امبير، يبقى انا هفقد على فكرة 1,000,000 جول كل ثانية، اللي هو 1 تربيع في 1,000,000. طب لو مشيت تيار قدره 2 امبير، يبقى انا هفقد 4,000,000 كل ثانية. لو مشيت تيار 3 امبير، يبقى هفقد 9,000,000 كل ثانية. يبقى انا كل ثانية بفقد 1,000,000 4,000,000 9,000,000. طب لو عملت العكس ومشيت تيار قدره 0.5 امبير، ربع النص، يبقى هتفقد 250,000، يعني ربع في 10^6 هتفقد 250,000 بس. طب لو مشيت انت بقى 1/10 امبير، هفقد 1/100 من المليون، يعني هفقد 10,000. طب لو انا مشيت تيار قدره 1/100 امبير، ربعه، يبقى هتفقد 1/10,000 من المليون، هتفقد 100 جول بس كل ثانية، يعني تفقد 100 وات. تمام. يبقى انه الافضل نمشي تيار اكبر من 1 ولا تيار اقل من 1؟ واضح اقل من ايه؟ 1. لما تجيلكوا بقى هتجاوبوا تروح قايلين ايه؟ قال علل ليه توضع عند محطات التوليد محولات رافعة للجهد. الاجابة حتى تكون خافضة للتيار، مما يسبب نقطتين وشرط: 1 تقل الطاقة المفقودة في صورة طاقة حرارية خلال اسلاك النقل، فخفض التيار الى 1/100 امبير مثلا يخفض الطاقة الى 1/10,000 جول. تمام. خفض التيار الى 1/100 امبير مثلا يخفض الطاقة الى 1/10,000 جول. تمام. ليه؟ لان كمية الحرارة طرد مع مربع شدة التيار. كمية الحرارة المفقودة طرد مع مربع شدة التيار. 2 ان هنا ماشي تيار كبير، يبقى عايز مقاومات صغيرة، والمقاومة عكسي مع مساحة مقطع السلك. يبقى انا هنا هستخدم اسلاك رفيعة ذات مقاومة ايه بقى؟ عالية، تبقى رخيصة التكاليف. نيجي عند محطات الاستهلاك وحط بقى محول مين؟
خافض للجهد، خافض للجهد. حطيت خافض للجهد بقى ليه؟ شروق قالت، اسمعوني بقى، يبقى خافض للجهد لخفض الجهد الى الحد المناسب لتشغيل الاجهزه في المنازل وهو 220 فولت. تمام؟ خافض للجهد للوصول بالجهد الى الحد المناسب لتشغيل الاجهزه فين؟ حته في المنازل وهو 220 فولت. رافع للتيار علشان يتم توزيع التيار ده على اكبر عدد من المشتركين. تمام؟ معانا نيره من المنيا. نيره، السلام عليكم. سلام الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر، عامل ايه؟ ازيك يا نيره، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كويسه. تأمرين؟ نعم، تحت امرك يا نيره. انا كان عندي في مسالتين، في مسأله منهم اتكررت قبل كده، السؤال قول. بدري شويه، اللي هي مسألة المحول والجرس. تمام، حاضر. أمليها حضرتك ولا؟ لا، المحول والجرس حاضر، اللي هو ملف له، محول له ملفان ثانويان. تمام، ايوه هو ده. حاضر. وفي مسألة تانية بتقول، معلش هي فيها كلمة مولد، هي بدري إيه؟ شوية. هي وصل الملف الابتدائي لمحول مثالي بمولد كهربي. عرفتها عرفتها، اللي هي المقاومة. تمام، عايز عدد لفات، عايز عدد لفات الملف الابتدائي. عايز النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي والابتدائي، حاضر. وأثبت إن معدل توالد الطاقة في حاضر المقاومة. عينيا، حاضر حاضر عينيا تنير. ده في صميم الدرس بتاعي، أنا هوصل لهم حالا إن شاء الله. طيب يا أستاذ، معلش كنت عايزة بإذن الله بعد حصتين كده، معلش ممكن حضرتك تعمل مقارنة ما بين كل الأجهزة دي، اللي هي المحرك والدينامو والحاجات دي؟ حاضر، لما نخلصهم طبعا أكيد إن شاء الله، علشان أنا فكرة الأساس العمل وكل دي أنا متلخبط فيها شوية. حاضر عينيا، ماشي. ومفيش أي حاجة هتبقى موجودة في المنيا؟ أي حاجة؟ أي حاجة يعني زي حصص أو حاجة موجودة في المنيا؟ لا طبعا أكيد، في طبعا قوافل تعليمية قصدك؟ أيوه. المنيا حاضر عينيا الاتنين، أكيد طبعا إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. عينيا حاضر. بص بقى، نعم، شكرا يا نيره. عايزك تابعيني ورقه وقلم ونكتب. اول حاجه عايز اخدها يا نيره، شكرا، اقفلي واكتبي معانا ملخص لحل مسائل. اسمعوني بقى كده، الف محطات التوليد، تمام، هقسمها لكم. ب المحول، وهقسم المحول. كلنا نكتب سوا ملخص لحل مسائل محطات التوليد. المعطيات هيديني فيها مين؟ هيديني قدرة المحطة، وهيديني جهد المحطة، وهيديني المسافة بين المحطتين، وهيديني مقاومة وحدة الأطوال من أسلاك النقل. تاتا تاتا، وسنة سنة، وحبة حبة. ملخص لحل مسائل محطات التوليد. المعطيات هيدي قدرة المحطة، اسمعوني بقى، لازم ان القدرة تبقى بالواط. تمام؟ لو اداني في المسألة كيلو واط لواط بضرب فيه 1000، من ميجا واط لواط بضرب في 10 أس 6. اكتب انت وهو، اكتبي انت وهي، ملخص لحل مسائل محطات التوليد. المعطيات قدرة المحطة، جهد المحطة، المسافة بين المحطتين، مقاومة وحدة الأطوال. المطلوب هيطلب مني واحد كفاءة النقل، تمام، اتنين النسبة المئوية للهبوط في الجهد. يبقى طالب مني حاجتين، واحد كفاءة النقل، اتنين النسبة المئوية للهبوط في الجهد. كتبته ملخص لحل مسائل محطات التوليد. النوع الاول مسائل محطات التوليد. المعطيات هيديني قدرة المحطة، جهد المحطة، المسافة بين المحطتين، مقاومة وحدة الاطوال. المطلوب عايز كفاءة النقل، وعايز اتنين النسبة المائية للهبوط في الجهد. طريقة الحل اكتبوا، عشان هنمتحنوا بعض على الهوا، هنمتحنوا بعض على الهوا. تمام؟ طريقة الحل، أنا هنكتب الملخص وهنملي مسألة سوا، ومين فيكو يتصل ويحل المسألة، واللي يحل المسألة من حقه يسأل سؤال وجاوب له عليه.
ديت الجائزة. طريقة الحل: واحد، نوجد تيار الأسلاك. تيار الأسلاك هو تيار المحطة. بشكر شروق. شروق قالت هتستخدم محول رافع للجهد عشان هيبقى التيار المر في الأسلاك منخفض. سمعتوها؟ هستخدم محول رافع للجهد، تمام، علشان هيبقى التيار المشي في الأسلاك منخفض. شكرا شروق، لك ألف تحية. معنى الكلام ده وأنا بحل مسألة على محطات التوليد لازم نجيب التيار المر في الأسلاك. التيار المر في الأسلاك بيساوي قدرة المحطة، خلي بالكم، على جهد المحطة، تمام، جهد قدرة المحطة على جهد المحطة. بس خلي بالكم، أنا فاكر نيرة راح تعترض تقول استنى هو لازم جهد المحطة؟ نقول لها جهد المحطة فقط لو ما اعطانيش في المسألة محول. نيرة حالا تتصل بشروق حالا وكنا نسمع المكالمة بينهم. شروق قالت انت بتستخدم محول رافع للجهد عشان يبقى يمر في الأسلاك تيار ضعيف، تمام. طيب انت دلوقتي كاتب جهد المحطة. على فكرة تيار الأسلاك هيبقى جو قدرة المحطة على جهد المحطة لو ما عطانيش في المسألة محول، يبقى انا هنقل على طول بجهد المحطة. ولكن لو ادى في المسألة محول، استنى بقى، هتقولنا الاول في بي على الفي اس بنسبة ان بي على ان اس، تمام، وبعدين هتعوض لي عن في اس ده عن في بي بجهد المحطة، وهيكون مديك نسبة اللفات، وهتجيب انت بقى في اس، ساعتها يبقى تيار الاسلاك قدرة المحطة على جهد الملف السنوي. قدرة المحطة على جهد الملف السنوي. انا نفسي افهم انكم فهمتوا ولا لا، وصلت المعلومة ولا لا، لان الكلام اللي انا بقوله ده خطير جدا. يبقى هنا انا واخد اتنين قدامي، واخد نيرة تمثل جزء منكم، وعندكم شروق تمثل جزء منكم. نيرة ما سألتنيش، بس لو كنت سألتها كنت هسألها السؤال ده، امتى يبقى التيار المار في الأسلاك هو قدرة المحطة على جهد المحطة، وامتى يبقى التيار المار في الأسلاك هو جهد وقدرة المحطة على جهد الملف السنوي، تمام. لو هو معطانيش محول يبقى ساعتها تيار الأسلاك قدرة المحطة على جهد قدرة المحطة على جهد المحطة. لو اداني محول وده نسبة لفاته يتم رفع الجهد اولا، ويبقى تيار الاسلاك قدرة المحطة على جهد الملف السنوي. اتنين، بنجيب مقاومة الاسلاك. معايا حد على التليفون، خلود. خلود اسكندرية. ايه خلود؟ خلود وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. ايه خلود؟ ايه يا مستر، ازيك يا خلود، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. أولي بك يا خلود، تأمرينا. مستر كان عندي سؤال في المحول ضروري قوي. تفضلي. بيقولك محول كهربي خافض ذو كفاءة 100%. تاني كده والله ما سمعت. وطي التلفزيون والنبي. محول كهربي خافض ذو كفاءة 100%. تمام. يراد استخدامه لتشغيل مصباح كهربي. تمام. قدراته 24 واط. تمام. ويعمل على فرق جهد 12 فولت. تمام، هايل. باستخدام مصدر كهربي قوته الدفع 240 فولت. تمام. فإن كان عدد اللفات الملف الثانوي 480 لفة. تمام. احسب شدة التيار في الملف الثانوي، شدة التيار في الملف الابتدائي، عدد لفات الملف الابتدائي. تمام. خلود معاك حاجة تانية؟ لا أنا لا بس. طيب بص خلود، أستاذن حضرتك افهم دلوقتي. تمام. خلود. تمام. افهم دلوقتي. وانا هخلص دي وراح اخش على النوع بتاعك ده، لو انت ما فهمتيش اتصل بينا تاني، او انت خدي رقمي منهم وانا كده مسؤول عنك، بس ادوني فرصه بقى يا خلود وعدي تبعي. تاني حاجه بجيبها لو انا جبت تيار الاسلاك، تاني حاجه هجيبها مقاومه الاسلاك. بجيب مقاومه الاسلاك ازاي يا حبايبي؟ اتنين. طب انت عامل اتنين ليه؟ عشان دول سلكين، سلك رايح وسلك جاي، اتنين في المسافة، يبقى انا خدت طول السلك اهو، المسافة بين المحطتين. تمام. انت مديني في المعطيات المسافة بين المحطتين، واضرب في مقاومة الوحدة، مقاومة وحدة الاطوال. يبقى يا خلود يا نيرة
يا شروق اكتب ورايا نوج التيار الاسلاك، قدره المحطه على جهد المحطه او قدره المحطه على الفي اس، ار مقاومه الاسلاك، 2 في المسافه بين المحطتين في مقاومه وحده الاطوال. لو مديك المسافه بالكيلو ومديك مقاومه الكيلو ما تحولش، هي هي يعني، خلي نفس وحده القياس. 3 بجيب باور القدره المفقوده في الاسلاك، هتساوي الاي تربع ار. انت جبت الاي من الخطوه رقم 1 والار من الخطوه رقم 2، يبقى نمره 1 جبت تيار الاسلاك، نمره 2 جبت مقاومه الاسلاك، نمره 3 جبت القدره المفقوده خلال اسلاك النقل. محدش يركب دماغه وما يكتبش، اكتبوا كلكم عشان لما ندي مساله وتقعد اتكلمني عادي جدا، بص في الورقه وكلمنا هنعمل ايه. قلنا 1 هنجيب تيار الاسلاك سواء قدره المحطه على جهد المحطه او قدره المحطه على جهد الملف السنوي، وبعدين نجيب مقاومه الاسلاك، 2 في المسافه بين المحطتين في مقاومه وحده الاطوال، بعدها بنجيب القدره المفقوده في الاسلاك اي تربع ار. 4 هنجيب القدره الواصله، الواصله فين؟ الى محطه التوليد، الى محطه الاستهلاك. هنجيب القدره الواصله لمحطه الاستهلاك، القدره الواصله بتساوي قدره المحطه اللي هي القدره الاصليه ناقص القدره المفقوده في الاسلاك. 4 قدره القدره الواصله الى محطه الاستهلاك بتساوي قدره المحطه ناقص القدره المفقوده في الاسلاك. تمام، يبقى 1 جبت تيار الاسلاك، 2 جبت مقاومه الاسلاك، 3 جبت القدره المفقوده، 4 جبت القدره الواصله لمحطه الاستهلاك، والقدره الواصله بتساوي القدره الاصليه ناقص القدره المفقوده. 5 انت عايز مني كفاءه النقل، شبابنا الحلوين، كفاءه النقل وليس كفاءه المحول. كفاءه النقل بقى هتساوي مين؟ هتساوي القدره الواصله اللي هي من رقم 4 على القدره الاصليه اللي هي بتاعه المحطه واضربها في كام؟ في 100، اسمها كفاءه النقل. كفاءه النقل هتبقى القدره اللي وصلت محطه الاستهلاك على القدره الاصليه بتاعه المحطه واضرب في 100. جبت تيار الاسلاك، جبت مقاومه الاسلاك، جبت القدره المفقوده، جبت القدره الواصله لمحطه الاستهلاك، عايز كفاءه النقل، هتبقى القدره الواصله لمحطه الاستهلاك على القدره الاصليه واضرب في 100. 6 عايزك تجيب الهبوط في الجهد، الهبوط في الجهد اللي هو جهد الاسلاك. تمام، هيساوي اي في ار. مين اي؟ هو تيار الاسلاك اللي جبته من الخطوه رقم 1. مين ار؟ اللي هي مقاومه الاسلاك اللي جبته من الخطوه رقم 2. 7 واخيرا بجيب النسبه المئويه للهبوط في الجهد، هيساوي على فكره مين بقى؟ جهد الاسلاك على جهد المحطه واضرب في 100. جهد الاسلاك على جهد المحطه واضرب في كام؟ في 100. يبقى 7 النسبه المئويه للهبوط في الجهد، جهد الاسلاك على جهد المحطه واضرب في 100. اعزائي الطلبه راجعوا الملخص ده، هنخرج فاصل وبعد الفاصل نعود ونعطي مساله واستقبل اتصالاتكم على حل المساله اللي معاكم. تمام، وراح ينضم لينا استاذ الفاضل الكبير الاستاذ انور عبد الله. فاصل ثم نواصل. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلبس ايده. عزت وحشتني. انت عشتني اكتر. الله يكرمك. مع بعض كنت بتشرح حاجات جميله قبل ما ادخل عليك، متاخرت عليك شويه. كنت بتقول ملخص القوانين. انا عجبتني اول ملخصات ديت. ايوه، وممكن اي مساله بقى محاول تتحل بالملخصات دي. بالظبط كده، بدون ما احفظ. بدون ما احفظ. انا سمعتك بتقول ما تحفظش. لازم تفهم القوانين جت ازاي. تمام. طيب ما ناخد مثال. تمام، هو انا كان في طالب كلمني على حكايه قاف د الكاف المتوسط. حصل. تمام، هم حافظين 4 ان بي اي اف. ما يعرفش جت منين. تمام، 4 ان بي اف دي مظبوط. انا لما ادي له معلومه زي دي انا على فكره بضره، مانيش بنفعه. تمام، لكن الفكره قاف د الكاف المتوسطه لها حالات. لها حالات. تمام، فانا حبيت انبههم بس
كلمه المتوسطه انا بطبق قانون الفرضيه. تمام، بجيب الفيض الاول الفيض في الاخر والفيض بعد، بنطرح التفاي او هعمل لهم ساعتها. تمام، وراح اعلمهم لها 8 حالات. يعني 8 اوضاع. تمام، كلهم بفكره واحده، فكره واحده، بقانون واحد. الله يفتح. تمام، اهم حاجه الزمن، حدوث هذا التغير ازاي يحسبه بالظبط. تمام، اللي احنا هنا جزء الدوره في مقلوب التردد. تمام تمام تمام. طيب بالنسبه لبقى المحول. تمام، هو انا في حاجه ملاحظها، ان احنا بنقول يستخدم المحول في نقل الطاقه الكهربائيه من محطات التوليد لمحطات الاستهلاك، صح كده؟ تمام، بس ما احناش بنشرح للطلب، يعني ما حسيتش ان حد لهم ازاي يعني ديناميكيه الشغلانه دي بتبقى ازاي. تمام، فانا شرحت حاجه اسمها مسائل محطات التوليد، وحط وراح نحط عليها مساله، ويا ريت حد فيهم بقى يتصل بينا يحل الاول المساله دي. تمام، باللي احنا قلناه، وبعدين يطلب اللي هو عايزه. يحاول الاول بالظبط، مع مراعاه ان في صديق، عشان تفكروا بعض، كان عايز نحله مساله اثبت ان التيار ما يمرش في كده مقاومه بواسطه قانون كرشوف. يا ريت نبدأ في الوقت شويه في الاخر. انت طيب تمام، اللي هي الشكل المعين، الشكل المعين اللي هو المقاومه اللي هم بيفتكروا انها تلغى وهي ما تلغاش. بالظبط، تمام، الله يفتح عليك. هو عايز يفهم ليه ما يمرش في التيار. تمام، على فكره معناها نجيب فرق الجهد بين نقطتين، بين نقطتين اذا تساوى الجهد او فرق الجهد يساوي صفر، مفيش فكره. برضه معناها ان احنا هنجيب له برضك التيار. ما انت لو جبت التيار في الوصله ديت ولقيته بصفر، يبقى الغيت المقاومه. تمام، اللي انا فهمته ان هو قال حلها طويل قوي، بس عايزين نختصر الحل، يبقى نشوفها مفيش مشكله. تمام، اتفضل. في بقى مثال، اكتبوا معايا قدره احدى محطات التوليد 100 كيلو وات. قدره المحطه 100 كيلو وات. كيلو وات جهد المحطه 1000 فولت. تمام، حلو كده. تمام، بكده اداني قدره المحطه واداني جهدها. تمام، قال لي يراد نقل الطاقه الى مكان يبعد المكان ده 1000 كيلو متر. 1000 كيلو متر. كويس، تمام، المسافه البعد بالبعد خلال خط مقاومه الكيلو متر منه 2 من 1000. تمام، اوم. الكيلومتر الواحد 2 من 1000 اوم. 2 من 1000 اوم. يبقى هو اداني قدره المحطه 100 كيلو وات. اول حاجه هعملها واداني قدره المحطه 1000 وات. 1000 فولت. تمام، واداني المسافه 1000 كيلو واداني مقاومه الكيلو 2 من 1000 اوم. تمام، قال لي احسب كفاءه النقل. كفاءه ايه؟ النقل. ماشي يا مستر انور. تمام، تتصرف ازاي؟ اول حاجه انا عاوز كفاءه النقل. تمام، اقول لنفسي على جنب، انا عاوز القدره اللي وصلت لاماكن الاستهلاك بكام، والقدره اللي تم انتاجها بكام، واقسم اللي وصلت على اللي انتجت واضرب في 100. انا بحوشها لنفسي. تمام، لكن انا ليا خطوات هعملها. تمام، انا عندي قدره بتاع المحطه. تمام، الكيلو وات. تمام، اول حاجه اضربها في كام؟ في 1000. 1000 عشان نحول من 100 من كيلو وات لوات. لازمني اعرف التيار بتاع الاسلاك بكام. تمام، اجيب قدره المحطه سمع على جهد المحطه. تمام، اديني التيار. تمام، طب انت كده قسمت قدره المحطه على جهد المحطه. صح. تمام، طب كان ممكن يديك مطلوب زياده في المساله زي قال لي بفرض كلامك صح طبعا استخدام محول نسبه لفاته 1 إلى 5. الكلام يختلف. شكرا، كلام يختلف. بس مين بقى يتصل بينا؟ يا ريت احنا هوت واحنا بنتناقش حد يخش معانا. انت قلت الكلام يختلف طبعا، انت قلت في الاول ما كانش فيه محول. أيوة، الاول ما كانش، انت حطيت محول. تمام، يعني رفعت الجهد. تمام، فخفضت شده التيار، بقى فيه تيار جديد خالص. تمام، عن الحاله الاولى. تمام، يعني انت الاول لو ما كنتش عطيتك محول كنت قلت تيار الاسلاك قدره المحطه على جهد المحطه. تمام، ساعتها يبقى انت بتنقل الطاقه المنتجه وجهد المحطه. أيوة، دون رفع هذا الجهد. كلام، هفقد قدر بقى من الطاقة. أكيد كبير. كبير جدا. ليه بقى؟ لأن التيار هنا هيبقى عالي. هايل بقى. لو إحنا قلنا تيار الأسلاك بيساوي قدرة المحطة على جهد المحطة. تمام. قدرة المحطة 100 في 1000 على جهد المحطة 1000، هيبقى التيار المار
في الاسلاك 100 امبير. طيب نشرك منا من المنصوره اتصلت ايه سبقت يا قوي. ايوه منا يلا. ايوه منا ازيك وزي المنصوره؟ الحمد لله حبايب قلبي المنصوره كلها. اتفضلي يا منا. لو سمحت يا مستر بس كنت عايزه حضرتك مستر عايزه تقول لنا الملخص بتاع حال المساء محافظه توجيه تاني عشان ما قلتوش. ما هو انت غبتي علينا كنت فين؟ كنت فين يا منا؟ والله كنت موجوده. طيب ماشي. طب تابعي المساله دي وهي المساله هتديك الملخص اللي هو قاله من شويه. يعني لو تابعت المساله ديت معانا وحليتي مع مستر عزت كده هتبان القوانين بتاعتك اللي انت عايزاها كلها. معلش بس خليه يقول المعطيات المقصود تاني. انا حليت. حاضر 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 عينيا. راح نعيد تاني ملخص حل مسائل محطات التوليد. المعطيات بسرعه يا منى اكتبي. قدره أيوة. المحطه، جهد المحطه، المسافة بين المحطتين. الورقة شوية مستر، الورقة شوية كده يمين. مقاومة وحدة الأطوال. المعطيات قدرة المحطة، جهد المحطة، المسافة بين المحطتين، مقاومة وحدة الأطوال. أيوه. المطلوب كفاءة النقل. المطلوب الثاني النسبة المئوية للهبوط في الجو. طيب نشكر منا وتابعنا من تمام. التلفزيون. شكرا ليك يا منا. طريقة الحل تابع بقى معانا المسألة وشوف الحل ازاي. اول حاجه اتفضل تابع الملخص. نوج التيار الاسلاك قلت احب جهد قدره المحطه على جهد المحطه بس الكلام ده في حاله عدم وجود محول. تمام تمام. لكن في حاله اعطاء محول يتم رفع الجهد اولا. تمام. هعمل ازاي؟ هقول في بي على الفي اس ان بي على الان اس. تمام. والفي اس هو اللي خارج من تمام. المحطه في الحاله يبقى الفي بي هو جهد المحطه. تمام. يعني يتم ادخال جهد محطه التوليد على الابتدائي على الملف الابتدائي للمحول. تمام. ويبقى الان بي على الان اس مع مراعاه ان اس اكبر من ان بي على اساس انه محول ورافع للجهد. رافع للجهد ونطلع الفي اس. ساعتها يبقى تيار الاسلاك قدره المحطه على جهد الخارج من الملف الثانوي للمحول وليس جهد المحطه. تمام تمام, تمام. بعدها جبت مقاومه الاسلاك بعد لها يا رب تكتب منها ار 2 في المسافة بين المحطتين في مقاومة وحدة الأطوال. تمام. مقاومة الأسلاك 2 في المسافة بين المحطتين في مقاومة وحدة الأطوال. الباور القدرة المفقودة اي تربع ار. اي تربع ار. اي دي اللي خرجت خلاص على السلك. والار مقاومة الأسلاك. مقاومة الأسلاك. تمام. القدرة الواصلة بتساوي القدرة الأصلية اللي هي بتاعت المحطة. ناقص المفقودة. ناقص القدرة المفقودة في الأسلاك. يعني عشان كده كان لازم احسب المفقوده بالظبط علشان اطرحها من اللي انتجت. تمام. يديني اللي وصلت. تمام. يبقى عشان نقوله ار للاسلاك 2 في المسافه في مقاومه وحده الاطوال. القدره المفقوده اي تربع ار. القدره الواصله قدره المحطه ناقص القدره المفقوده. تمام. بعدها بخش لها على كفاءه النقل. كفاءه النقل بتساوي القدره الواصله على القدره الاصليه واضرب في 100. القدره الواصله القدرة الأصلية واضرب في 100. تمام. الهبوط في الجو هو جهد الأسلاك. الهبوط في الجو اللي هو جهد الأسلاك سوي أي آر. تمام. تمام. بعدها النسبة المقاولة للهبوط في الجو جهد الأسلاك على جهد المحطة في 100. يبقى كفاءة النقل القدرة الواصلة على القدرة الأصلية في 100. الهبوط في الجو هو أي آر. أي اللي ماشي في السلك وآر وفي وآر بتاع السلك. النسبة المقاولة للهبوط في الجو جهد الأسلاك على جهد المحطة واضرب في 100. تمام تمام. طيب معانا من الشرقيه همام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا همام؟ انا عايز بس يا استاذ لو سمحت تجربه بتاع دراسه الحس الذاتي للملف. تجربه الحس الذاتي للملف. طيب ماشي. حاضر حاضر. بعد المساله كده اللي هو اشرح تجربه لبيان الحس الذاتي للملف. حلو. حاضر يا همام. شكرا يا همام. طب يلا بقى المساله دي مهمه شويه. انت متابعنا؟ ايوه تمام. كتبت ملخص مسائل محطات التوليد؟ ايوه. طب ليك مزاج تشترك معايا في الحل ولا تقعد وتسمع الحل؟ لا لا اقعد اسمع الحل استاذ. يقعد يستفيد. تمام ماشي. تمام ماشي. واحده واحده بقى. شكرا يا همام. شكرا شكرا. بص يا مستر انور اعتقد انت متفق معايا الحته دي بس انا عايز انا من اخطر الحتت ومهمه جدا. لا وانا كده عايز انا اقول حاجه ان طبعا الاداره الفنيه مختلفه في الامتحان. اكيد اكيد الاداره الفنيه في الامتحان مختلفه. تمام. فارجو
يعني انا اعرف ان الاداره الفنيه دي لها دماغ تفكير معين. صح تمام. على فكره لمسه انك فاهم ولا لا. ايوه. وارجو ان انا ما تجازيش على كده. والنبي قولها لي تاني كده. لا والنبي لمسه خاطري اصل دي كلمه بنقولها دايما مزبوط. للناس علشان تاخد بالها. لا 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 طبعا يا فاهم الفكره اللمسه دي يا ما فهمتش اللمسه دي. انا ما قلتش الامتحان صعب بقى. لا مش صعب خالص. مش صعب بس لا. فاهم الاداره الفنيه للامتحان مختلفه. وانت عارف طبيعتي ان انا مفيش محاباه خالص. لا خالص ولا مصلحه. تمام. بس اللي افهمه ان بقرا دماغ كل واحد. الاداره الفنيه للامتحان مختلفه. مش رغي. مش رغي. مش رغي. خير الكلام ما قل ودل. مش اشرح واذكر خالص. تمام تمام. لكن اذكر تطبيق اي. معلش في نسبه مفيش مشكله. في نسبه لكن هو مش. فانا عشان كده انا خدت بوزيشن تاني خالص. تمام تمام. الشكل وحتى في الشرح حتى في شغل الشخص على فكره. اكيد. بقت عمليه. اكيد. الدماغ مختلفه. اكيد اكيد. تمام. معانا ابراهيم الحلوان. وماله. اهلا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل ابراهيم. ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله حبيبي ربنا يخليك. اتفضل. الحمد لله. عايز اشارك مع المستر بس. اتفضل اتفضل. جميل. مستنيينك من بدري يا ابراهيم والله. مستنيك يا حلوان. اتفضل. يلا هيما. ايوه يا مستر. اول حاجه قول لنا اول خطوه نعمل ايه؟ هنكتب القانون اللي هو بي دبليو هتساوي في اي ونجيب الاي اللي هو بتاع الاسلاك. طب انت هتجيب. بص يا هيما انت متابعنا من بدري؟ لا انا لسه فاتح بس شايف مساله يعني كانت موجوده. الله الله يرضى عليك. طب معلش انا اسف راح ايه رايك استاذنك تسمع الحل. طيب اتفضل يا ابراهيم. تمام ماشي يا هيما. اسمع الحل واتصل بينا يا غالي تاني قول لي كل اللي انت عايزه. تمام يا هيما؟ ماشي ماشي يا مرتضى. اتفضل حبيبي. شكرا ابراهيم ليك يا مستر انور. اتفضل. انا بقول الحته دي خطره. اكيد. اول حاجه يا جماعه بنجيب تيار الاسلاك. تيار الاسلاك بيجي من طريقتين. من ماشي سكه الام ما في محول. تمام. يا ما فيش محول. تيار الاسلاك قدره على جهد. اكيد. تمام. قدره المحطه على جهد النقل. أيوة. ببساطه ماشي. تيار الاسلاك اللي هيتم نقله بالظبط قدره المحطه على جهد النقل. كويس. صح كده. جهد النقل ده ممكن يبقى بجهد المحطه او بجهد الملف السنوي على حسب استخدامك من عدمه. تمام. انت هنا قلت لي فرض استخدام محول كفاته نسبه لفات 1:5. هنا بقى وبالمناسبه انا هتلخبط 1:5 دي. طبعا لا استنى بس. بالمناسبه ما جابش سيره كفاءه يبقى المحول ده كفاءته 100%. تمام تمام. انت بقى قلت هتلخبط عشان 1:5. اوعى تتلخبط لان انت عندك شرط. يبقى انت ما سمعت الشروق وهي بتتكلم. ايوه. بتقول له نحط عند محطه التوليد محاول رفع للجهد. يعني ان اس لازم يكون اكبر. اكبر. يبقى الخمسه تخص الان اس. يبقى انا هكتب في بي على في اس الاول. ايوه. بنسبه 1:5. اللي ان بي على ان اس. بالظبط. تمام 1:5. وبعدين راح نحط مكان الفي بي 1000. ادي الفي اس. طيب معانا نور من المنصوره. وماله نور شارك معانا. نور كانت متصله بينا من شويه تقريبا. تمام نور. معانا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش كان عندي بس اسال وممكن اشارك برضه. طبعا اتفضلي. هو اسال علل. يا مش عايزه تشاركي في المساله اللي معانا؟ ما انا هشارك برضه. طب ايه رايك تشاركي في المساله وبعدين نشوف علل بتاعتك. ماشي ان شاء الله. طب يلا. طيب شاركي في المساله الاول عشان ما نقطعش. اول خطوه تعمليها يا نور هتعملي ايه؟ في المساله ممكن بس اشوفها قدامي. قوي. انت كنت متابعانا من الاول؟ لا انا ما لسه داخله من شويه. من شويه كده. طب قولي سؤالك يا نور. قولي سؤالك بعد اذنك. قولي سؤالك. علل الاميتر جهاز غير دقيق لقياس شده التيار الكهربي. سهل. حاضر جدا. حاضر. سهل جدا. قولي. بس احنا ممكن يعني ممكن نقول في ديت ان مثلا ان المرونه بتاعه الملفات الزنبرقيه بتقل بقاسه الاستعمال. تمام. وممكن نقول برضو ان المغناطيس قوته بتقل. ماشي. يعني الاجابه كده. بس تمام. انا هقول حاجه مهمه. اتفضل يا استاذ. ان الاميتر بيدمج في الدائره على التوالي وتحسب مقاومته فبيزود من قيمه المقاومه الكليه للدائره. بتزود عشان على التوالي. بالظبط. ومن ثم يضعف شده التيار الاصل المره في الدائره. يعني عشان عايز تقول ان مفيش اميتر مقاومته صفر يعني. بالظبط. تمام صح. وصل. يعني مفيش اميتر في الدنيا مقاومته صفر. بالظبط. وبالتالي هيؤثر ولكن بنهمل هذا التاثير. على فكره لا الاميتر مثالي ولا الفولت ميتر. علشان كده بعض المسائل بيقول لك ايه اميتر مقاومته كذا علشان تحسبها من ضمن مقاومات الدائره. تمام. يبقى مفيش مشكله في اللي هي قالته ولكن الاميتر له مقاومه. الاميتر يدمج على التوالي
فتضاف مقامته لمقامه الدايره فتزداد المقامه الكليه للدايره فتقل شده التيار الايه؟ كذلك الفولتميتر برضه بيؤثر وبالتالي قياس فرق جهد غير دقيق، قياس التيار غير دقيق. ماشي خلاص بقى اتفضل اشكر. المساله دي انا عاوزها بقى متواصله علشان دي مهمه. شكرا يا نور، شكرا ليكي، تابعي معانا. قولي يا نور قولي عايزه ايه؟ لا تتحرك ابره مغناطيسيه حره الحركه في مستوى افقي عند وضع سلك عمودي على محورها ويمر به تيار كهربي. تمام. علشان ده عشان المجال المغناطيسي مثلا للارض بيلاشيع؟ لا 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 استني بس، علشان اي موصل يتاثر بالمجال المغناطيسي لازم أن يكون موضوع عمود عليه. انت قلت السلك عمودي صح؟ اه معايا. يبقى مجاله مستر انور افقي. تمام. والابره موضوعها ايه؟ افقي. يبقى الابره بتوازي المجال. تمام. يبقى لا تتاثر بالمجال ولا تنحرف. ولا تنحرف. ماشي. تمام يا غالي؟ ماشي. ماشي يا حبيبي. شكرا يا نور. طيب. ليك شكرا. قلنا بقى مستر انور في بي على في اس ان بي على نسبه 1 على 5 تطلع الفي اس ب 5000. يا رب نور. كانت كام؟ كانت 1000؟ اه يا رب كانت 5000. احنا رفعنا كده قيمه الجهد. بس بص كده مستر انور، الصدفه الصدفه لا تاتي الا من استحقها. طبعا. انا زعلان من همام، زعلان من نور، يقول لك اصل انا لسه فاتح دلوقتي. لا يا غالي لا، انت فاتك حاجات كتير، شوف الحلقه تاني. صدقني الحاجات دي مهمه جدا. هنا جبت بقى الفيس. تمام. تمام. ساعتها بقى نجيب لك اي بتاع الاسلاك. اه اللي هي بقى تبقى قدره المحطه. قدره المحطه على 5000 دول. شكرا. 100 كيلو في 1000 على 5000 يطلع التيار ده 20 امبير. ما قسمتش بقى على ال1000 بتاعه المحطه خالص، قسمت بقى على رفعها ال5000. تمام تمام. وصل الكلام؟ امتى كنت اقول 100000 اللي هو قدره المحطه على 1000؟ لو ما كانش مديني محول خالص. شكرا. تمام. كان يبقى التيار مره في الاسلاك 100 امبير، يعني تيار كبير. بالظبط. وجود المحول خفض التيار من 100 امبير الى 20 امبير. تمام. تمام. هات لي بقى تاني حاجه مقاومه الاسلاك ار 2 في المسافه اللي هي 1000. كويس. في مقامة وحدة الأطوال اللي هي كام؟ 2 على 1000. هنا في مشكلة بتقابلنا. قول. يقول لك أصل مش مديني بالكيلومتر. طب أنا أضرب في 1000. أقول له لا. أيوه. إذا كانت وحدة الطول هي وحدة المقاومة لوحدة الأطوال يبقى هي ما تحولش حاجة. بالظبط. يعني أنا مديك مقاومة الكيلومتر نفسه. بالظبط. إذا مديك 10 كيلومتر، مديك 1000 كيلومتر، ما دام مديك مقاومة الكيلومتر الواحد ما تحولش حاجة. بالظبط. إمتى تحول؟ لو مديك أنا وحدة الطول بوحدة ومقاومة وحدة الأطوال بحاجة تانية. تمام. تطلع بنقع فيها كتير. لا ما انا هقول لهم تطلع 4 اوم. 4 اوم. تمام. ولكن خلي بالك من حاجه. اتفضل. لو انا ما كنتش استخدمت محول. اه. هل كانت مقاومه الاسلاك هتتغير؟ هي مقاومه الاسلاك بتاعه 2 في المسافه في مين؟ في مقاومه وحده الاطوال. ايه اللي غيرها؟ شكرا. او انا جبت سيره حاجه تخص المحول؟ عايز افهمهم الاول ان انت عندك ثوابت. بالظبط. قدره المحطه ثابته. قدرة المحطة القدرة الانتاجية للمحطة ملهاش علاقة. يبقى حاجة ثابتة ده قدرة ثابتة. قدرة المحطة ثابتة. صح. مقاومة الأسلاك الناقلة للتيار ثابتة. تمام. تيار الأسلاك هو اللي هتغير بناء على هستخدم محاول ولا لا. بالظبط كده. يا يقل التيار يا يفضل التيار زي ما هو. بالظبط كده. تمام. كده جبت بقى مين؟ مقاومة الأسلاك. تمام. طب ونبي هاتوها تاني كده. يبقى أنا واحد تم رفع الجهد. أيوه هايل. شكرا مخرجنا الهايل. واحد تم رفع الجهد من 1000 الى 5000. جبنا التيار بجهد الملف السنوي. تمام. جبنا مقاومه الاسلاك. خليك معايا. جبت بقى دلوقتي الاي والار زي ما انت والنبي. طيب هنجيب القدره المفقوده. لا انا عايز برافو القدره المفقوده. انا عايز الورقه مش عايز نفس القدره المفقوده. القدره المفقوده في الاسلاك اي تربع ار. اي في ار ورقه بس. اي ب 20 سنه يمين ورقه. اي ب 20. اي ب 20. اي ب 20 تربيع في 4. يبقى انا هتبقى القدره المفقوده 9600 ولا كام؟ 20 تربيع تطلع 1600. 1600 1600 وات وات. صح. معلش كمان شويه. حاضر حاضر. يبقى دي القدره المفقوده 1600 وات. ايوه. سيبنا حاجه مهمه. طيب لو كنا احنا معلش هاتوني بقى لو احنا كنا احنا بقى ايه؟ انا بعذرك اهو. لو كنت انا ما استخدمتش محول. اه. كنت حلقل بجهد المحطه. كنت هقسم 100 كيلو على 1000. على 1000 كان هيبقى التيار 100 امبير وال100 امبير مربعها يبقى 10000. في 4 اضرب في 4 كنت هفقد 40000. يعني انت دلوقتي بدل ما تفقد 40000 فقدت 1600. فقدت 1600 يعني من 40000 ل 1600. شكرا. اه وفرت كتير. وفرت كتير قدره هتوصل تمام لاماكن الاستهلاك. يبقى هذا يبين الاهميه الاقتصاديه للمحولات. تمام. هذا
يبين الأهمية الاقتصادية للمحولات. تمام. إنها بترفع الجهد وبتخفض التيار المار في أسلاك النقل، فتقل الطاقة المفقودة في سلو الطاقة الحرارية فتعلي كفاءة النقل. طب أنا أقول لك على حاجة. اتفضل. معايا مكرم من المنيا. ومال؟ مكرم. السلام عليكم. إزيك يا مكرم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي يا مكرم. السؤال اللي خدته من لسان مستر عزت دلوقتي بيقول للمحول الكهربي أهمية اقتصادية في نقل الطاقة الكهربية. ده سؤال خطير أنا أول مرة أسمعه. خد بالك بيقول إيه تاني؟ مستر عزت قال لنا دلوقتي إيه؟ علل. أيوه. للمحول الكهربي أهمية اقتصادية كبيرة في نقل الطاقة. تقدر تجاوبني يا مكرم؟ لأنه يعمل على يرفع فرق جدود في المحول، فكل شدة التيار فتكون القدرة المفقودة، الطاقة المفقودة. تمام. ايه رايك في الاجابه يا مستر عزت؟ ممتاز ممتاز، فتزود كفاءه النقل. اه جميله الحته. تمام دي. تمام. اتفضل يا مكرم ليك سؤال. ليه اسئله في الفصل الثاني؟ طب ممكن تعلي صوتك شويه؟ ليه اسئله في الفصل الثاني؟ اسئله في الفصل الثاني. طب اتفضل يا مكرم. السؤال الاول اختيارات، يعين طول ملف حلزوني لفافه ومتماسه من العلاقه وعطيني شعاع الكتروني ومعاه تيار كهربي الاثنين في اتجاه واحد. هو سأل سؤالين. السؤال الاول يعين طول ملف حلزوني لفاته متماسك من العلاقة تمام اللي كنا بنقولها الحلقه اللي فاتت. تمام تمام. وايه تاني؟ اللي هي انا عايز اتاكد منها بس، اللي هي 2 ار ان. 2 ار ان. تمام. 2 ار ده بقى قطر السلك. لا هو عايز طول الملف. يو اي على طول. لا هو عايز طول الملف، بيتكلم على طول الملف. بيتكلم على طول طول الملف. طول الملف اللي هو قطر السلك في عدد اللفات. قطر السلك 2 ار في عدد اللفات ان. مظبوط كده يا مكرم. يبقى سمك السلك في عدد اللفات. سمك السلك هو 2 ار والقطر في عدد اللفات. لان يا مكرم ايه تاني معاك؟ سؤال تاني. اسال السؤال الاول تاني. عين طول ملف حلزوني لفاته متماسه من العلاقه. قول انت اجابتك بقى في الاختيارات. قول اجابتك. 2 باي ان او 2 ار ان او 2 باي ار ان. يبقى 2 ار ان. 2 ار ان. هو كان مجاوبها صح بس كان بيتاكد يعني. ماشي يا مكرم. السؤال اللي بعده، اعطيني شعاع الكتروني ومعاه وجنبيه السلك المستقيم تيار كهربي الاثنين في نفس الاتجاه. واعطيني نقطتين جنب الشعاع الالكتروني على بعدين متساويين. طيب انت بتعرف تحل مسائل اصلا السلكين المتوازيين ولا ما بتعرفش؟ بتعرف. طب الشعاع الالكتروني دوت مش عكس اتجاه التيار التقليدي؟ نعم. التيار الالكتروني مش اصلا هو عكس اتجاه التيار التقليدي في سلك؟ طب انت بتقول ان التيار الالكتروني ده والسلك الاخر الموازي له التيار التقليدي بتاع الثاني في نفس اتجاه الشعاع الالكتروني صح؟ هو عطاني يبقى التيارين في السلكين عكس بعض. واشتغل على هذا الاساس. فهو بيقول لي عايز كثافه الفيض الكلي عند الف وب. طيب ما انت عندك بقى المحصله اللي جنب الشعاع. هتجيب بي 1 وتجيب بي 2 بين السلكين هتجمع او هتطرح على حسب بقى الاتجاهات. انت عكس بعض هتجمع. بعد اذنك اتفضل. مستمر يا مكرم. ايوه. هو عطاك يا حبيبي عدد الالكترونات صح؟ العدد ده هتضربه في شحنه الكترون وتقسم على الزمن يروح مديك شده التيار. حلو. شده التيار هما التيار الالكتروني في اتجاه تيار السلك صح؟ فتحل كانهم سلكين يحملان تيار في اتجاهين متضادين. عادي جدا. بس خلاص بس وصلت. كانهم سلكين في اتجاهين متضادين. طيب وصلت يا حبيبي. وصلت يا شيخ. ماشي جميل. هي دي النقطه اللي كانت مضايقاه ان التيار الالكتروني والتيار التقليدي في السلك. تمام تمام. اتفضل. سلسة في سؤال تاني؟ اتفضل يا مكرم. في سلكان متوازيان يمر بهم التيار 8 4 امبير في نفس الاتجاه. تمام؟ اتفضل. والمسافة بينهم 10 سنتيمتر. يمس السلكان ملف دائري مكون من 5 لفات. ويمر به تيار 7 امبير. تمام. والملف والسلكان في مستوى الصفحة وتيار الملف ضد عقارب الساعة. احسب كثافة الفيض في المركز المشترك. طيب السلكين تيارهم ازاي؟ في نفس الاتجاه. الى اعلى ولا ايه الاسفل؟ الى اعلى. تمام. طيب شكرا يا مكرم، هنوضحها في نهاية الحلقة
وانا يعني نفسي بقى الفتره الباقيه نقعد من غير اتصال علشان نركز في المساله ديت. ممكن لا ممكن يا ولا جماعه يعني نهدى شويه في الاتصالات علشان لا الموضوع كده بيقطع على مننا، فكره، وعلى فكره مفيش حد بيتصل وبيشارك في المساله. لا على فكره بص، هو انا وانا جاي من مكان معين كان في عدد كبير جدا من الطلبه على فكره، تمام، كانت كل الطلبه صدقوني يقولوا يا مستر الله يرضى عليك بلاش الاتصالات خلوها مش كده اخر الحلقه فقط، يا ريت يا ريت، لان في ناس كتير معتمده على، يا ريت، تمام. دي وبعدين الحاجه اللي مزعلانه النهارده ان اللي داخل يقول لك اصل انا مش مشارك، اصل انا لسه جاي، اصل انا لسه انا جاي، فمساله مش عارفين نحلها في نص ساعه، زعلان من لسه جاي، وبعدين زعلان من اللي كان موجود وما هوش عايز يتصل. تمام، بس اسمحكم بقى نهدى شويه على ما نشوف المساله. احنا جبنا بقى القدره المفقوده، اتفضل هات لي بقى القدره الواصله، الواصله الى محطه الاستهلاك، القدره الاصليه كانت ناتجه كانت كام؟ القدره 5000 المفقوده، لا اللي كانت منتجه كام؟ 100 كيلو، 100 كيلو 1000 واط، كويس هنطرح منها، يبقى 100000 ناقص 1600 كمان ب 98400 98400 واط، شفت تمام. بقى تمام، هات لي بقى كفاءه النقل، هنقسم ال 98400 هتبقى القدره الواصله دي 98400 على ال 10 على 100000 في 100 واضرب في 100 يطلع 98.4%، يعني اللي فقد منك واحد وكام؟ و6 من 10 قليل جدا، 1.6 من 10 شكرا، كان ممكن يفقد منك اضعاف 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 اضعاف. بقى لو انا كنت نقلت بتيار بجهد المحطه كان حبه التيار 100000 على 1000 يبقى 100 امبير، القدره المفقوده تبقى 40000، 40000 اللي هيوصلني من 100000 60000، 60000 يعني 60% فقط من الطاقه المنتجه بالظبط، كنت هفقد 40%، لكن كون استخدمت محول، شوف انا شوف انا عملت ايه، وصلت 98.4%، تمام تمام، تمام. ده اول نوع من المسائل اللي هو ملخص مسائل محطات طيب. التوليد. نجلاء بتقول هتشارك في هذه المساله، عينيا ماشي يا نجلاء، اتفضلي. ازيك يا نجلاء؟ نجلاء منين؟ من القاهره. نجلاء معانا؟ هتشاركي في المساله يا نجلاء؟ اه طب يلا. طب انت وصلتي معانا لاخر حته؟ الطاقه اللي لا وصلت كام وكفاءه النقل كام؟ القدره المفقوده. تمام اتفضلي. طيب قولي بقى، لا تقولي ايه اللي انت فهمتيه، بدات الحل ازاي؟ طب نحط لها المساله، معلش يمكن تبص المساله، راس المساله نفسه عشان تركز معانا المساله اهي. اه عايزين تقول لنا بص بقى كده في المساله تاني نجلاء، احنا حلينا ايه وانت ناقص ايه وتحلي معانا يعني. نجلاء كانت قول لنا ايه اللي انت فهمتيه. هو هنا حدد لي كفاءه النقل بفضل استخدام محول نسبه عدد لفاته 1 الى 5. هايل. فانا هنا لما احل هبدا من القاعده ان في بي على في اس هتساوي ان بي على ان اس. ممتاز. فاستخدم ان بي على ان اس، هي النسبه عندي 1 على 5 واجيب الان اس منها. تمام. فعندي الالفا على الفي اس هتساوي 1 على 5، الفي اس تطلع 5000. برافو تمام هايل. فانا كده اجيب التيار بتاعه هتبقى 1500 في 1000 على 5000 هتبقى ب 20 امبير. تمام. فعندي المقاومه بتاعت السلك هضرب في 2 عشان رايح وجاي وفي 1000. تمام. على 2 في 1000 القدره بتاعت السلك بتاعه. طلعت. فتبقى 4 امبير، 4 اوم. تمام. فعندي هجيب البي باور المفقوده باللي هي اي تربيع ار. تمام. فتساوي 20 تربيع في 4 تساوي 16000 واط. هايل تمام. فهنا القدرة عندي القدرة ال ال القدرة الواصلة. القدرة الواصلة تساوي البي باور اللي هي المحطة الأصلية ناقص البي باور المفقودة. تمام. فهي عندي القدرة بتاعت المحطة اللي هي عندي اللي هي 100 كيلو وات. تمام. فعندي 100 كيلو وات ناقص ال 1600. تمام. كان هتطلع عندي ال 98%. تمام تمام. تطلع كفاءة 98. لا تطلع 98400. تمام مظبوط. هجيب الكفاءة بتاعة النقل، هجيب كفاءة البي باور اللي عندي الوصلة على البي باور الأصلية. تمام. في 100. جميلة نجلاء. 98 و4%. تبقى 98400 على 100000 في 100 تبقى 98.4%. برافو عليك. تمام جميل جدا نجلاء. طيب انت يا نجلاء هل لو هو ما كانش اداك محول كنت انت عملت ايه؟ كنت اجيب التيار بتاعه اللي هو قدره المحطه على الجهد بتاع المحطه. شكرا. وتكمل نفس الخطوات عادي بس هايل.
نجلاء جميلة أوي. نجلاء جميلة ممتازة. اه نجلاء في سؤال ليك يا نجلاء؟ مستر كنت عايز اسال عن حضرتك قلت ان في حالات شخصية حال قانون كشوف. عايز ايه؟ حاضر مثال قانون كشوف. حاضر حاضر حاضر. ناس كتير على فكرة طالبة. احنا هنخلص عادي كده امثلة بسيطة كده لكشوف. حاضر حاضر عيني. تمام شكرا يا نجلاء. شكرا مستر. معلش ممكن اختار رقم حضرتك؟ ممكن ايه؟ رقم حضرتك. عينيا الاثنين. خد انت الرقم الرقم منها. تمام خد رقم. شكرا نجلاء. اتفضل ماشي حبيبي كده جايبنا كفاءه النقل. اه وخلصت. تمام بص بقى يا ريس اتنين عشان ما زعلش حد مننا. ملخص مسائل المحول نفسه. اه مش النقل. اه كان حد سالني بقى. كان حد سالني قال لي المصباح اصل انا في وقت قليل وعايز المساله بتاعه الملفين السنويين. حاضر 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 حاضر. بص يا ريس مين هي الاول في اس؟ الجهد الخارج من الملف السنوي. مين هي الاي اس؟ التيار الخارج من الملف السنوي. مين هي الفي اس اي اس؟ خطة الملف السنوي. الفي اس دي لها ثلاث اسماء، اما جهد الملف السنوي او الجهد الناتج. اقول لك حاجه ثالثه؟ او جهد الجهاز. جهد الجهاز الذي يعمل على هذا المحول. بالظبط. يعني بقول لك جرس يعمل على محول كذا. اه يبقى معناها ان الجرس ده تمام. جهده بنت جهد بقى الغاليه السنوي. مين بنت الغاليه نير اعتقد. لما اللي ادت مساله قالت لي مصباح يعمل على 12 فولت يبقى دي الفي اس على طول. شكرا. تمام. طب مين اي اس؟ تيار الملف السنوي. ايوه التيار الناتج او التيار الناتج من المحول او التيار المار في الجهاز المتصل او تيار الجهاز. تمام صح. تمام. طب مين في اس اي اس؟ قدره الملف السنوي او قدره الجهاز. قدرة الجهاز المتصل بالملف السنوي أو القدرة الناتجة. يعني بقول القدرة الناتجة من محول بقى نفهم ان دي بتاعة في اس اي اس. هي قالت مصباح مكتوب عليه 24 واط 12 فولت. شكرا عرفت حاجتين. يبقى ال 24 دي في اس اي اس. اه وال 12 في اس. يبقى انت كده هتجيب لي تيار اي اس بسهوله جدا. قسمت في اس اي اس على اي اس. تمام على في اس جبت الاي اس. تمام والله العظيم لو عرفت كده يحلوا على طول. جميل. تمام تعالى بقى معايا كده. مين هي الفي بي؟ اقول لك جهد المصدر بس بشرط جهد الملف الابتدائي. هيبقى هو جهد المصدر اذا بس بشرط محاول كفاءته 100%. طب اذا كانت مش 100%. حاضر رد عليا. مين هي الاي بي؟ التيار المصدر تيار الملف الابتدائي بس بشرط محاول كفاءته 100%. جميل سهل ايه بقى؟ مفيش مشكله. مين في بي اي بي؟ قدرة الملف الابتدائي. قدرة المصدر اذا كان كفاته 100%. شكرا. ما عنديش محاولة كفاءة 100%. دي المسميات. انا لو مش عارف المسميات دي مش عارف احل المسألة. بالظبط. تمام. خلي بالك ما عنديش محاولة كفاءته 100%. تمام. هنفترض عندي محول كفاءته 80%. اه يبقى ساعتها في بي ده 80 على 100 من في جهد المصدر. تمام تمام صح. جهد المصدر اضربه في 80% يديني الجهد المستخدم. تمام. في الدايره هنفترض محول كفاءته 80% بيعمل جهد قدره 220. تمام يبقى ساعتها الفي بي دي ما تساويش 220 عشان كفايتها تساوي 8 على 100 في 220 في 220. ماشي يطلع 176 ده المستخدم. بالظبط. انا عايز افهمهم حاجه. محول كفاءته 80% بيعمل جهد قدره 220 فولت يكافئ محول كفاءته 100% 100% يعمل على جهد قدره 176. تمام. واكتب قانون المحول المثالي في بي على في اس ان بي على ان اس. بس في بي اعوض عنها بقى علي. شكرا. بالرقم الجديد. قول اللي انت عايز تقوله بقى. اعوض على الفي بي بالرقم الجديد ب 176 مش ال 220. يا سلام لو كانوا استنوا عليا. خلصت كل حاجه. خلصت كل حاجه. احكي لهم بقى الفي اس جهد الجهاز المحول في اس جهد المحول جهد الملف السنوي جهد الناتج. أيوة. جهد الجهاز. شكرا. الذي يعمل على هذا المحول. تمام. مين هي الاي اس؟ تيار السنوي. ايه تيار الناتج. ايه؟ تيار اللي بيمر في الجهاز اللي بيعمل على هذا المحول. تمام. مين في اس اي اس؟ قدره الملف السنوي. ايوه قدره المنتجه او الناتجه. تمام. وقدره الجهاز الذي يعمل على هذا المحول. تمام. هذه الارقام تتفاعل معها هكذا بغض النظر ان محاول كفاءته 100% ملناش علاقه بالارقام. شكرا.
اللي بيتأثر بالكفاءة بالظبط الفي بي. روح بقى ابتدائي مين هي في بي؟ اقولها بمحاول 100% ولا تمام الاقل؟ لو محاول 100% يبقى ده جهد الملف الابتدائي، جهد الملف الابتدائي، جهد المصدر او جهد المصدر. تمام تمام. طب مين هي اي بي؟ تيار الملف الابتدائي، تيار المصدر، بس شرط محاول كفاءته 100%، ده الكفاءه 100%. تمام. مين في بي اي بي؟ قدره المصدر او قدره الملف الابتدائي في حاله كفاءته 100%. افرض بقى انا اديتك محاول كفاءته 80%، هضرب الفي بي بتاعتي في 80 على 100، يبقى الفي بي اللي هو جهد المصدر الرئيسي. تمام. هضربه في 80 على 100 يديني الجهد الفي بي اللي انا هستعمله اللي هستخدمه. تمام. اي بي 80 على 100 من تيار المصدر. تمام. الفي بي اي بي في 80% على المصدر، قدره المصدر. تمام صح كده. واستخدم القانون العادي في بي على في اس، ان بي على ان اس، اي اس على اي بي، القانون العادي، القانون العادي جدا للتعويض بالارقام الجديده بعد التحويل. يبقى انا كده تم رفع كفاءه المحاول. تمام. وحل مسألة عادي. ناخد عليها مثال. ناخد مثال بقى معاك قد بس دغري كده في السريع، مش اقل من 3 4 دقايق. سهله. يقول لي مثلا خلي بالك جرس طيب كهربي. دعاء بسرعة يا دعاء. ماشي. دعاء دعاء ازيك دعاء؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا مستر؟ الحمد لله. وقتنا قصير فقولي بسرعة. سؤال في الفصل الثاني. سؤال ايه؟ في الفصل الثاني. اتفضلي. عند غلق دائرة الأوميتال وصل مؤشره إلى نهاية التدريج، حيث تكون المقاومة المقاسة كبيرة جدا، صغيرة جدا، منعدمة. طيب تابعينا بقى، تابعينا. شكرا ليكم، تابعينا من على التلفزيون. اتفضلي. ايوه يا ريس، ما تجاوب عليها. انا عايز المساله دي. حاضر. دفعت الملف الابتدائي. بص بقى كده سوا. بس الوقت قليل والحته دي مهمه. اللي جرس كهربي يعمل جهد قدره 8 فولت. تمام. يبقى ده الفي اس. قول تاني معلش. جرس كهربي يعمل على جهد قدره 8 فولت يبقى في اس. كويس. تمام. شوف انا مطمن ازاي. يراد تشغيله على مصدر متردد جهده 220 فولت. يراد تشغيله على مصدر متردد جهده 220 فولت. تمام. يبقى هل ديت الفي بي؟ شوف انت سرحت مني ازاي. سرحت منك. هقول لك تاني. انا سرحت جدا. ماشي. جرس كهربي يعمل جهد 8 فولت يبقى ده في اس. يراد تشغيله على مصدر متردد جهده 220 فولت. ده جهد المصدر. انا لسه استنى هعرف ان كان دوت الفي بي ولا لا. تمام. حسب 100% ولا مش 100%؟ بواسطه محول كفاءته 80%. يبقى هنا مش في بي. شكرا. اضربه في 80%. تمام. يديني الفي بي بتاعتي، احطها على جنب. تمام. يبقى الفي اس 8 والفي بي 80 على 100 من 220 تبقى 176. ماشي. تمام. قال لي قدره الجرس 32 واط. ده في اس اي اس. يبقى في اس اي اس. عدد لفات الملف الابتدائي 1100 لفة. ماشي. طالب مني ألف مين بقى؟ عدد لفات الملف الثانوي. اتنين شدة تيار الملفين. كل من الملفين. تمام. اللي هي نفس المسألة كانت عايزاها مين؟ تمام. ده في الجزء الأولاني. تمام. أدي بقى المسألة. هبدأ أقول له مين بقى؟ أطلع البيانات. الفي اس بتاع ده ب 8 فولت وأنا قلبي جامد. الفي بتاع ده مش 220. 220 في 80 على 100. 80 على 100 في 220. بس انا عاوز الطالب يوضحها ويكتبها علشان ما يحطهاش في الاله وخلاص، ياخد رقم يشتغل بيه. ده طبعا. على فكره هياخد الاله نص. ايه مش كده؟ لوحدها. تمام. بعدها بقى الان بي، انت عندك 1100 عايز ان اس. تمام. هضطر اقول لك بقى في بي على في اس بنسبه ان بي على ان اس على ان اس. ولكن الفي بي بقى 176. ايوه. على في اس 8 الان بي 1100 على الان اس المطلوبة. يطلع ان اس ده 50 لفه. كويس. تمام. صح كده. تمام. وشيء طبيعي هو محاول خافض للجهد. تمام. تمام كده. طيب تاني حاجه عايز مني بقى شد التيار كل من الملفين. عندي واحده سهله جدا. ما القدره 32 دي في اس اي اس. تمام. قدره الملف الثانوي الفي اس 8 في الاي اس بيساوي القدره دي 4 امبير. تمام. تمام كده. يبقى انا جبت الاي اس من قدره الجهاز وجهد الجهاز. تمام. من قدره الجرس وجهد الجرس. من قدره المصباح وجهد المصباح. تمام. عايز مني بعد كده مين بقى؟ الاي بي. هضطر اقول لك في بي على الفي اس بنسبه اي اس على اي بي. الفي بي بكام؟ 176. 176
كويس انك فاكر. على الفي اس بكام؟ ب8 اي بي اي اس ب4 على اي بي وطلع اي بي تطلع 18 من 100 امبير. في حد بيعمل ان بي على ان اس سواء اي بي على اي اس؟ ان بي على ان اس سواء اي اس على اي بي؟ ان بي على ان اس صح. هل صح؟ اه يمشي حتى لو كفاءه 100% او مش 100%. بس انت هتشتغل بمين بقى اللي هو ان مع اي؟ ها لا لازم انت تجيب التيار بقى كام؟ لازم اجيب التيار كام؟ اه ما هو انا عندي الاي اس انا عاوز الاي بي. تمام. هل ممكن اشتغل ان اس على ان بي سواء اي بي على اي اس؟ ممكن. بيقولوا ان هذا القانون يعمل في حاله الكفاءه 100% او عدم الكفاءه 100%. تمام تمام كده. انت رايك ايه؟ انا رايي اذا كان الاي بي موجود بدلاله الفي بي الاصلي صح يبقى صح. تمام. وذلك اذا كنت عايز الاي بي بقى ومعايا الاي اس والفي اس والان اس والان بي اقدر اجيبه؟ اعمل قانون جديد. اه اعمل قانون جديد. اه تمام. الايتا. ايوه. في اس اي اس. ايوه 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 قولها لي تاني كده نكتبه معلش. انا كده كنت عايز بسرعه ناخد انا عايز الحته دي اصلا في ناس بتحل بيها فانا عايز عايز اخد المساله اكد المعلومه للناس. كنت عايز المساله بتاعه الملفين. الملفين طيب هنلحق. فيس اي اس على في بي اي بي صح كده؟ ايوه. كم من ضرب في 100؟ تمام. انت عايز تعمل ايه؟ وهنا بقى هعمل الفي بي بالمصدر لان خدت الكفاءه بره 80 على 100. شكرا. ساعتها ينفع بقى. ايوه دي طريقه ثانيه. اي ليه؟ ان خدت الكفاءه بره 80 على 100 خدت كفاءه فالفي جو بتاع المنظر فانت كانك ضربت فيه اصلا عليك. لما تكتب هنا بقى 80 على 100 الفي اس 8. ايوه صح كده. تمام. على فكره هو الفي بي هنا بقى 220 اللي هي الاصل بتاع المصدر اللي هي الاصل الله. بتاع المصدر في اي اس ب 4. تمام. ونطلع الاي بي. شوف بقى الفهم حلو ازاي. يطلع نفس يطلع نفس الكلام. تمام. انت قصدك بقى في الحاله دي ممكن اشتغل بالان بي على ان اس او اي بي. عايز قصدك اتفضل. يعني هنا انت بتقول الفي اس صح؟ اه على الفي بي. لا لا حاضر لا حاضر. اه هيقيس على الاي بي ده كونك الاصلي. اه انت هتعمل ايه؟ هتعوض عن هتعوض عن الفي اس على الفي بي بنسبه ان اس على ان بي. صح. مش الفي اس بنسبه ان اس على ان بي. تمام. بل قانون ايتا ان اس على ان بي اي اس على اي بي. ايوه تمام. ايوه تمام. انت قصدك كده. ايوه تمام. فانت قلت لي ان اس صح اي اس صح الكلام. على مين بقى؟ على الان بي اي بي. ايوه بس انت برضك بس هنا لا 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 انا عايز اصل في ما تتبدلش بالان هنا لان الكفاءه مش 100%. تمام. لكن الاي والان هم اللي استبدلوا مكان بعض. يعني انت قصدك كده يعني الفي بي والفي اس ما شيلهمش. تمام. ده لان في كفاءه. في حد حل كده؟ في كده؟ اه يعني لا بالشكل ده؟ ان مع اي لا. ان مع اي مع الكفاءه لا. لكن انت عايز تقول ان ممكن تقول في بي ال في في اس فوق. ايوه في اس على في بي عادي. على في بي عادي فوق بقى. ايوه ان بي على ان. ايوه فتكتب في اس عكست بدل الاي اس على اي بي اكتب فوق ان بي وتحت ان بي ويبقى قانون. تمام. وحل بيه. تمام. اثبت لي ان ده صح بقى. هنعوض 80 على 100. ايوه الفي اس رجعت لاصل الموضوع. رجعت لاصل الموضوع بس بس بحب اريح دماغي انا. تمام. انت بقى عملت جبت من الاخر ورحت ضارب الفي بي في 80 على 100 واشتغلت يعني انت عايز تقول هذا القانون في هذه الحاجه خطر. اني واحد بقى اللي هو بقى ان احنا طبعا 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 طبعا. هو ليه الناس مش عايزه تريح قلبها؟ انا ريحت قلبي ورفعت كفاءه المحاوله. انت عجبت من بدري. بدل ما غلط في القوانين ضربت 80% في الفي بي. أيوة. جبت المستخدم الاصلي بتاعي. الكون باك تاني على فكره ده انا بحبه بقى. اني واحد اللي هو ايتا في اس ان بي على في بي ان اس عشان لو قال لي اختر من بين الاقواس. ايوه واداني ما احنا بنقول الطريقتين علشان الناس تبقى عارفه الشكل ده والشكل ده للاسئله الاخرى. بالزبط. انما في مساله انت حر تحل بالطريقه اللي تريحك. بالظبط. ده كان قصدك كده. وصلت الفكره؟ تمام يا ريس. السلام عليكم. النوع الثالث. النوع لو عندي المحول ابو رهين. محول ابو رهين. محول كهربي. تمام. له ملف ابتدائي واحد وملفان ثانويان. ادي الفي بي لفاته ان هنقول الفكره بسرعه علشان الوقت بي جهده اي بي. وهنا ملفه ان اس 1 في اس 1 اي اس 1 وده في اس 2 اي اس 2 ان اس 2.
اشتغل ازاي. تمام. بالنسبه لقانون فاراداي طبق كانك بتحل مسالتين. الله. عادي جدا. ده مع ده لوحده وده مع ده لوحده. ليه؟ انك انت بتعتمد على الفيضه المغناطيسي اللي بيقطع لفه واحده من لفات الملف. الله. يبقى كترة او نقص عدد اللفات مش هيغير الفيضه بيقطع لفه واحده. فهيحل كلهم في بي على في اس 1 بنسبه ان بي على ان اس 1. تمام. عشان نجيب عدد لفات الملف الاول. ماشي. برضك الثاني في بص للثاني في الحاله دي خالص على في اس 2 بتساوي ان بي على ان اس 2 للملف الاخر. ليه كده الملف الاخر. تمام. ولكن وانا بطبق قانون الطاقه الطاقه الداخله بتساوي الطاقه الناتجه. ده كده محول مثالي بالظبط. القدره الداخله بتساوي القدره الناتجه. الناتجه هو هنا بقى محول كفاءته 100% ولا لا؟ 100%. خلاص. يبقى الفي بي اي بي اللي بتاعه المصدر بقى تمام بتساوي في اس 1 اي اس 1 زائد انت هتشغل الجهازين مع بعض بالظبط في اس 2 اي اس 2. يعني الجهاز اللي شغال بالظبط تاخد طاقه المصدر بتساوي طاقه الايه الانسان. ارد عليك بس جميل قوي. شغلت الاثنين بتجمع الاثنين ما بوجعش دماغي. جميل. الطاقه الداخله بتساوي الطاقه الناتجه. خلاص. الطاقه الداخله بتساوي الطاقه الناتجه. لو بره ملف واحد يبقى الطاقه كلها بتساوي طاقه الملف ده. جميل. لو ملفين بيشتغلوا قسمهم على الاثنين مجموع طاقتين بتساوي طاقه الابتدائي. لو لو ثلاث ملفات يبقى طاقه الملف الابتدائي متقسمه ثلاث طاقات بتساوي طاقه الملف الثانوي الاول زي طاقه ملف الثانوي الثاني زي طاقه ملف تمام. الثانوي تمام. الثالث. يعني باختصار وانا بجيب عدد اللفات مش هيهمني الملفين الثانويين شغالين ولا لا. تمام. لكن وانا بجيب شده التيار لازم اعرف من لان في طاقه هتتقسم بالظبط. تمام. لو عندك بوقت نحط مساله اللي يعجبك. طيب على السريع كده ماشي ممكن معانا دقيقتين كده اللي هو اللي هو اللي هم عايزينها بقى اللي هم ملفين ثانويين. ماشي. واحد يقوم بتشغيل جرس مش كده فاكر؟ ايوه. كانت 12 فولت تقريبا 12 فولت 4 من 10 امبير والتاني 6 فولت و35 من 35% امبير. امبير تمام صح. وكان عدد لفات الملف ده 1100 مش كده؟ تمام تمام. والفي بي كانت 220 وكان مثالي وكان مثالي. هو عايز بعدد لفات كل من ملفيه السنويين. تمام. هقول لك في بي على في اس 1 ان بي على ان اس 1. حلو الكلام. تمام. 220 على 12 بتساوي 1100 على ان اس 1 تطلع تقريبا اعتقد 60 لفه. 60 لفه. هنعمل نفس العمليه نفس دي مع ملف في بي اللي هو برضك 220 على التاني بقى 6 ايوه بتساوي ان بي 1100 على ان اس 2 تطلع الفكره ان اس 2 30 لفه. تمام تمام. كده جبت ان وان بدون نظر لاي حاجه تانية. ما سالتش هو بيشتغل ولا مش شغال. تمام. يبقى عدد لفات كل ملفي الثانويين طبقت كون ام في ارضيه مرتين. طب في لمحه كده عشان احنا خلاص حاضر. في بي خلاص اهو اي بي بيساوي في اس 1 اي اس 1 زائد في اس 2 اي اس 2. حلو الكلام. 220 صح في اي بي هو عايزها. في اس 1 12 في 4 من 10 زائد الثانيه 6 في 35% هم بقى يحسبوها يطلع اي بي 3%. شكرا. ده في حاله تشغيل الملفين. انا بشكرك على المتعه اللي انا اتمتعتها النهارده. ربنا يبارك لك قبل ما ادخل وبعد ما دخلت. وهم ربنا يبارك لهم ويكون ربنا يوفقك ان شاء الله. بارك في الوقت. وشكرا لكل القائمين على العمل وشكرا فيكم كل المتابعين والى حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.